شباب العالم يناقشون قضاياهم في المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ. مزيد من القطاعات تنضم إلى حملة علشان تبنيها، وتعاون زراعي يعلن دعمه لها. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، رئيس وزراء لبنان يقدم استقالته ويتوعد إيران. حصاد أخباري جديد يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أهلا لبنى، وإلى تفاصيل هذا الحصاد. هنا ساعات قليلة علشان تبنيها حملة وطنية خرجت من قلب الشارع المصري للحفاظ على مكتسبات شعب حارب الإرهاب ونثر بذور التنمية في كل ربوع الوطن وغير مستعد للتراجع عن صناعة مستقبل أفضل. فبعد سنوات عجاف تزعزع فيها الأمن وانتشر الإرهاب وهرب المستثمرون، أصبحت مصر ووفق أكبر المؤسسات المالية الدولية صاحبة أكبر طفرة اقتصادية بعد وصول معدلات احتياطي النقد إلى أعلى معدل لها، وتقلص العجز التجاري. وفي ظل هذه المؤشرات أعلن الاتحاد العام للتعاون الزراعي دعمه الكامل لحملة علشان تبنيها إيمانا منهم من أعضاء أيضا في أهمية استكمال المسيرة الإيجابية لبناء الدولة. نشاهد. علشان تبنيها حملة وطنية خرجت من قلب الشارع المصري للحفاظ على مكتسبات شعب حارب الإرهاب ونثر بذور التنمية في كل ربوع الوطن وغير مستعد للتراجع عن صناعة مستقبل أفضل. فبعد سنوات عجاف تزعزع فيها الأمن وانتشر الإرهاب وهرب المستثمرون، أصبحت مصر ووفق أكبر المؤسسات المالية الدولية صاحبة أكبر طفرة اقتصادية بعد وصول لمعدلات الاحتياط النقدي إلى أعلى معدل لها وتقلص العجز التجاري. وفي ظل هذه المؤشرات أعلن الاتحاد العام للتعاون الزراعي دعمه لحملة علشان تبنيها إيمانا من أعضائه في أهمية استكمال المسيرة الإيجابية لبناء الدولة. عاملين مؤتمر إعلامي لتأييد حملة ترشيح الرئيس لفترة رئاسة ثانية لعدد أسباب مقتنعين بها. واحد، التأمين الصحي للفلاح. اثنين، التأمين على المعاش. ثلاثة، قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره رئيس الجمهورية سنة 2015 بأن يكون للفلاح زراعات تعاقدية من خلال عقد ثلاثي بين المزارع والجمعية والمشتري، بتضمن الجمعية الزراعية حق المزارع في استلام ثمن محصوله. هي كانت مبادرة طيبة من الاتحاد العام للتعاون الزراعي، وهو الاتحاد الأكبر على مستوى الجمهورية، لديه 7000 جمعية على مستوى الجمهورية. هذا الاتحاد بيمثل ما يقرب من 35 مليون فلاح وعامل في قطاعات الزراعة. دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية مطلب عبر عنه أعضاء الاتحاد العام الزراعي بعدما أعاد الدولة إلى مسار الاهتمام بقطاع الزراعة. نحن بنؤيد جميع الحملات التي تنادي بترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة ثانية، لأن الأرقام هي اللي بتتكلم. اللي حصل في خلال 3 سنوات من 2014 حتى الآن كل الشعب المصري يشعر بما حدث. هي ملخصها كلمة واحدة، بنحب مصر. بنحب إيه؟ مصر. وطبعا هي استكمال مسيرة. إحنا بدأنا نبني ولا بد ان احنا نستمر في البناية الى ما لا نهاية. ده وضع طبيعي لازم نقف جنبه، وفي خطة في المصيرة اللي قايم بيها وخطة التنمية اللي قايم بيها ونظرته الاخيرة للفلاح والاصلاح المليون ونص فدان. وبصراحة الراجل بقاله النهاردة 5 سنين عمال يزرع، ومفروض ان احنا هنبدأ نحصد اللي هو زرعه.
التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشكل أساسا لنجاح حملة علشان تبنيها يتسع يوما بعد آخر، حتى اتضح جليا تمسك الشعب المصري بنهج الإصلاح والتنمية ومحاربة فكر الخراب والتدمير. ومعنا على الهواء مباشرة الدكتور حازم توفيق، أستاذ إدارة الموارد البشرية وواحد من مؤسسي حملة علشان تبنيها. دكتور حازم أهلا بك. وهنا هذه حملة وطنية حقيقة بعنوان علشان تبنيها، خرجت من قلب الشارع المصري لكي تحافظ على مكتسبات شعب طالما دعا إلى التنمية وحارب الإرهاب. كيف أولا ترى هذه الحملة؟ اهلا وسهلا يا استاذ حسان، سعيد طبعا بوجودي مع حضراتكم النهارده استاذه لبنى. الحمله انت عارف حضرتك انها بدات من حوالي اكتر من شهر شويه، ونبعت من تاييد مؤسسيها لعمليه دعم ترشح سياده رئيس الجمهوريه لفتره رئاسه تانية لاسباب كتيره، واحد منها هو استكمال المشروعات اللي بداها سياده الرئيس من 4 سنوات واللي فيها ان شاء الله هتنقل مصر نقله حضاريه كبيره جدا. والحاجه الثانيه ان احنا بنرد على الشائعات المنتشره في الشارع المصري، وبنحاول ان احنا نصحح المفاهيم تجاه المشروعات القوميه الكبيره اللي هيظهر مردودها على المواطن المصري في الفتره القادمه. ازاي دكتور حازم، ازاي دكتور حازم في النقطه دي بالتحديد، يعني لا أود أن أتجاوز هذه النقطة، وهي كيف تحارب أو تحاول أن تحارب يعني الشائعات التي تتحدث مثلا عن الاقتصاد، تتحدث عن غيره؟ أكيد هناك استراتيجية معينة لمحاربة مثل هذه الأمور. هو احنا الحقيقة فندم انت عارف ان احنا منخرطين في الشارع المصري، وجزء من المؤسسين هو في اساتذه الجامعات، فاحنا طبعا بنسمع من الناس وبنتكلم معاهم. العديد من اللي موجودين في الشارع واللي بيتساءلوا هم بيتساءلوا نظرا لعدم المعرفه، ما عندهمش المعلومه كامله، وده دورنا الحقيقه ان احنا بنوفر المعلومه بطريقه مبسطه جدا عشان توصل للمواطن بسرعه وبدون مبالغات. فدي ده الدور بتاعنا. فاحنا عندنا طبعا منسقين على مستوى الجمهوريه، عندنا مقرات في حوالي 178 مقر في ال 27 محافظه الموجودين في جمهوريه مصر العربيه. عن طريق اللقاءات المستمره مع هؤلاء المنسقين بنحاول نقول لهم ايه الطريقه اللي يردوا بيها، بنقول لهم ايه المشروعات بالارقام، بحيث ان لو في تساؤلات من المواطنين بيتم الرد عليها في منتهى السهوله. نعم دكتور حازم، هنا يعني اداره الموارد البشريه، وانت يعني استاذ في اداره الموارد البشريه، تتطلب ان يكون هناك تفهما من الذي يقدم هذه الاداره، وايضا استجابه من المواطن في نفس الوقت. هنا يعني المواطن هنا يحتاج الى اتجاهات معينه، يعني طب انت تعلم ان معظم المواطنين في مصر بسطاء، ومنهم ايضا من لا يعرف القراءه والكتابه. كيف يمكن ان تدير مفهوم المواطن نحو ان مصر الان تاخذ اتجاها صحيحا نحو التنميه والمستقبل وغيره؟ طبعا احنا بنخاطب جميع فئات وشرائح الشعب المصري، مش كل الناس اللي احنا بنتكلم معاها هم ناس عندهم كل المعلومات ويقدروا توصل لهم الارقام بالطريقه اللي احنا بنقولها. فاحنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نبسط المعلومه، نوصلها بابسط طريقه ممكنه علشان نقدر نقنعهم بان المشروعات اللي حصلت في الفتره السابقه سيكون مردودها عليهم في الفتره الزمنيه القادمه احسن. يعني على سبيل المثال، يعني في ناس كتيره قوي بتتكلم، هدي لحضرتك مثال على غلاء الاسعار وازاي ان الاسعار تجاوزت حدود قدرات المواطن البسيط. فالفكره ان احنا بنرد عليهم في منتهى الامانه، احنا بنقول ان الاسعار ممكن تكون زادت، بس ده تكلفه لاي تنميه. الحاجه الثانيه ان احنا النهارده مش بنحاول ان احنا نخفض الاسعار، ولكن عن طريق المشروعات القوميه اللي بتتم على مستوى الجمهوريه بنحاول نرفع دخل المواطن المصري.
بحيث انه يقدر يواجه غلاء المعيشة. فموضوع ان احنا بنقول لهم ان الاسعار هتنخفض وإلى اخره، احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول ان المشروعات دي هتساهم في تنمية هتساعد في تطوير او الارتفاع بمستوى دخل الفرد، وبالتالي سيواجه الغلاء. نعم، يعني مثلا هنا لما نشاهد او نرى الحقيقة، يعني دكتور حازم اسمح لي، عندما نرى مثلا ان الاتحاد العام للتعاون الزراعي يعني يدعم هذه الحملة، هنا طبعا المزارع مهم جدا، وقد ترى ان هناك مزارع على درجة عالية من الثقافة بالتأكيد، هناك مزارع يعني لا يعرف القراءة والكتابة، وانت تبحث هنا عن الزراعة وكيف ان المزارع يحصد، فكيف هنا يمكن أن تصل المعلومة للمزارع بأن الرقعة الزراعية سوف تزيد مثلا، بأن ما زرعه سوف يحصده بعد فترة؟ بمعنى هنا كل مجال لابد أن يكون له مقولته، أو لكل يعني لكل قول وضع. مظبوط يا فندم. هو احنا طبعا في هذا السياق بنفكر اخواتنا والمواطنين المزارعين، ان احنا نسيت رئيس عمل مشروعات كثيره قوي، يعني هو اتكلم عن التامين الصحي للفلاح، اتكلم ايضا عن معاشات للفلاح، بيتم دراسه شراء المحاصيل الاستراتيجيه باسعار تتناسب مع المصروفات اللي بيصرفها الفلاح في الزراعة. فاحنا النهاردة بنفكر المزارعين بان المشروعات دي حصلت وبدأت فعلا، وبنلفت نظرهم انها قائمة وستستمر في الفترة القادمة، وده هي 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 هيساعد على ارتفاع مستوى المعيشة بتاعه. طيب هنا حضرتك بتقوله هو مظبوط 100%، وده الاتجاه بتاعنا. اتفضل يا فندم. هل هنا انت شايف دكتور، يعني وانت واحد من مؤسسي هذه الحمله، ان الاتجاهات نحو المواطن يعني لاقناعه بان المسيره يعني قادمه باذن الله، وان المستقبل للمواطن المصري في الايام القادمه، هل انت هنا يعني بتتجه الى الناحيه الاقتصاديه ام الناحيه السياسيه، ام انك تحاول ان تمزج بين الناحيتين بان السياسه لا تبتعد عن الاقتصاد والمثلث الاخر ايضا الامن في نفس الوقت؟ هو طبعا لازم يكون بنتكلم على جميع المحاور. انت حضرتك اما احنا بنتكلم مثلا على ان الفترة السابقة ما كانت مصر من 4 سنوات في المجتمع الدولي كان شكلها عامل ازاي، ودلوقتي مصر استعادت قيمتها ومكانتها على مستوى العالم كله، ازاي ده بيأثر اقتصاديا على مصر، ازاي ان حتى مع القرارات الصعبة الاقتصادية اللي اتخذت في الشهور الماضية ومنها تعويم الجنيه المصري، وازاي ان ده اثر على ارتفاع الاسعار بطريقة ممكن يكون عانى منها العديد من المواطنين، بس ازاي النهاردة الدولار بدأ سعره ينخفض في البنوك المصرية. النهاردة كان عندك مشكلة ان حضرتك تروح تجيب الدولار ومن البنك، لا، في بعض البنوك دلوقتي واغلب البنوك ممكن تدي لحضرتك الدولارات وقيمة الدولار بتقل. فالنهاردة اما حضرتك تبص ان الاسعار بتاعت الدولار بدأت تقل، ان المشروعات القومية ازاي مصر بتتربط كلها بشبكة طرق كبيرة جدا، وده هيسهل ازاي حركة التجارة وحركة النقل، ازاي ان المشروعات اللي حوالين قناة السويس، ازاي مدينة العالمين الجديدة، ازاي العاصمة الادارية الجديدة، ازاي حقول الغاز اللي بتكتشف، ازاي مدينة دمياط الاساس، كل هذه المشروعات ازاي ستساهم في رفع معدل دخل الفرد، وهتساعد الفئات المختلفة انها تواجه غلاء المعيشة. لكن حضرتك برضو ما نغفلش، وده اللي احنا بنحاول نقوله للناس، ان سيادة الرئيس بدأ ما اخفلش محدود الدخل. النهاردة لو حضرتك تبص على رغيف العيش هتلاقيه بيباع ب5 قروش لغاية النهاردة. نعم. على الرغم من ده بيكلف الدولة مصاريف هائلة جدا، لكن بنحاول بتحاول الدولة جاهدة انها تقف جنب المواطن محدود الدخل، ودي حاجة طبعا بتحسب للإدارة السياسية. نعم. ودي طبعا على المستوى على الفترة القادمة ناتج هذه المشروعات
هيكون أوضح وأحسن على جميع الأصعدة. إذن دعني أشكرك على هذه المجهودات دكتور حازم توفيق، أستاذ إدارة الموارد البشرية، واحد من مؤسسي حملة علشان تبنيها، كنت معي مباشرة. جولة الحصاد ما زالت مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل. شباب العالم يناقشون قضاياهم في المنتدى العالمي للشباب بمدينة السلام شرم الشيخ.